السلام عليكم شيرات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم لا ريسيب تاع لا بات بريزي. نديروها بزاف في رمضان، الواحد يبدل. نعمروها بلا فيونداشي ولا باللي عندكم ولا بالفرماج، وديروا بيشاميل كمقبله مع الحريره، تجي مليحه بنينه. ما هو درت 500 غرام دو فارين، 500 غرام فارينة، وفي بعدها درت شوية ملح كيما راكم تشوفوا هنا في الفيديو. يعني صراحة لاباط تجي هشيشة روعة، تدوب في الفم ما تحشمش إلا جاكم كاش ضايف ولا، ومليحة تاني خاطش ما فيهاش، ماشي كيما البوراك ينقلى يشرب الزيت، والزيت بزاف في رمضان ماشي مليح. كل يوم الزيت يضر للصحة. درت شوية ملح مع 500 غرام دو فارين، خلطهم وبعدها جبت 250 غرام دو بور، يكون تمبيراتور امبيونت. درت 250 غرام دهان، يكون درجه الحراره المطبخ يكون طري باش ما يغبنكمش كي تدخلوه في الفارينه. كما راكم تشوفوا راه طري بزاف. حنا عندنا هنايا راه البرد، وباش يطرى يعطل لو حطيته فوق الشوفاج باش طرالي. فوالا ندخلوا هذيك الفارينه مليح، بلوتو ندخلوا هذاك الدهان مليح في الفارينه حتى نشوفوا العجينه هكا باينه باللي داخل فيها كاع الدهان. واللي تبغي كميه كبيره ضعف الكميه، دير كيلو فارينه، دير 500 غرام دهان، ودير قرصه تاع ملح وربع اصفر صفار بيض. تقدروا ديروا كميه كبيره وتخزنوها في الكونجيلاتور، وهكا تجبدوا غير على حساب ما تديروا هذاك النهار تعمروهم. بعد ما بسست مليح الفارينه كما راكم تشوفوا دروك اللون تاعها راه جاي صفر شويه ماشي بيض كيما كان. ديروا 2 صفار بيض، الصفار يطري العجين يعطيها هشاشه، والابيض تاع البيض ييبس العجينه تجي شاده روحها كيما حنا نقولوا قاصحه. لو على بيها قلت لكم العجينه تجي هشيشه بزاف، نقلع فيها من المول وخايفه عليها تالمول هشيشه. ندخل تاني هذاك الصفار البيض اللي درته، درت 2 صفار بيض ونلم بالماء نورمال بارد عادي حتى نتحصلوا على عجينة. ان شاء الله حتى ندير معكم فيديو واحد اخر نعمرهم. انا دروك غير وجدتهم ما عمرتهمش، بما انه رمضان راه مقرب ما باقي له والو راه قريب. علاش لا وجدوهم وديروهم في الكونجيلاتور هكا ربط البيت ما تعياش نهار رمضان، دير غير حريره ولا توجد لا فاخس تاعها تاع هاد لي باكيت تاع بلاطات بريزي. يعني صراحه سهله بزاف وما فيهاش ماشي مكلفه. انا كي كنت في البلاد كنت نشريهم، بصح ماشي شابين يابسين ما يعجبوش كاع، صافي غير لاخص طريه وهما يجوا يابسين ما يعجبوش كاع. ديروهم في الدار خير، حاجه الدار لبدا تبقى مليحه خير من الصوالح تاع الحوانيت.
وهنا نغطيه بالفيلم أليمنتير بعد ما رميت العجينة، وندخله للثلاجة يريح نصف ساعة. كما كنتو تشوفوا هنا العجينة هي ضرية. هنا بعد ما ريحت العجينة نصف ساعة خرجها من الثلاجة ونقلع لها الفيلم أليمنتير. كما كنتو تشوفوا نخرجوها شوية يابسة من لخات الدهان يجمد في الفريجيدير. نصحفوها غير بشوية حتى تحلوها. من بعد تولي سهله في كي تحلوها بالحلال خاطرش الدهان يبدا يطرى بالحمان. والله غوسات روعه صدقوني، سيوها وما تندموش. هذه اللي نحط دايره فوقها العجين مسكينه صاحبه ماما شرتها لي كادو، عجبتني بزاف. ديروا فيها البراج، ديروا فيها وطابلتكم، ولا اللي ما عندهاش بلون دو طرافاي كيما حنايا هنايا كوزينه صغيره وكاع على ديروا فوق الطاوله. وهذه مليحه تقعد لطابلتك نقيه، ولا خلي عندها بلون دو طرافاي ديرها في بلون دو طرافاي كاش كيما كوزينة تاع بلاد كبار. اي بعد ما حليتها هنايا وما تكونش اللي تبغي ترققها ترققها، انا خليتها شويه مليحه هكا ماشي ماشي رقيقه بزاف. ونجيب لي المول تاعي كيما راكم تشوفوا هنايا، صدف لي المول تاعي، يعني دارت لي كميه وفيره. نرفدوها ونحطوها فوق المول العجينة. كما راكم تشوفوا هنايا المول ينحل، جينا ساهل في الديمولاج باش نقلعوا لاباط من المول، جينا ساهل. واللي عندها ليمون عادي ديرهم، ماشي مشكل. وكما كنت تشوفوا هنايا يعني ما درتش الدهان الفرينه في الليمون، من العجينه فيها الدهان، واللي تخاف من الليمون تاعها الى يلزقوا لها دير الدهان وشويه فرينه ودير وتحط العجينه تاعها. يعني انا عارفه بلي ما عادش يلزقوا لي، والدهان فيها كميه والفرينه فيها كميه كبيره من يعني العجينة فيها كمية كبيرة من الدهان من الزبدة. فوالا كيما كنت تشوفوا، يعني باش ما نبقاش نعيي في روحي وندير بالوحدة وكاع، حطوا لي مول تاعكم كاع، رفدوا العجينة وديروها فوق لي مول وقصوها. وصفة سهلة، فرحوا وليداتكم أزواجكم، يجيكم ضياف رمضان يبغي الحباب ولمة الحباب، يجيكم ضياف يحمروا الوجه. كما تشوفوا بالحلال يعني من الفوق ولا بيديكم ولا بشي اللي عندكم. العجينة ما درتهاش ركيكة بزاف، درتها شوية، واللي تبغيها ركيكة
تصغرها تركبها. وتعمروهم بالفيونداج، يقلوها قلوها بالبصل وديروا فرماج وصوص بيشاميل، ولا تاني تعمروهم بالحوت بالكروفيت اللي عندكم، بشي اللي عندكم، ولا ديروهم غير بالفرماج، ولا تاني ديروهم غير بالفرماج والبيشاميل، وكل واحدة ومقدورها تاني. ولا تاني هاد العجينه تنجموا ديروها اون تارت كبيره، ديروها كيش، الو ديروا لي زيبينار، ديروا لا كريم فريش، ديروا اللي عندكم، كل وحده واش تبغي في لا فارس. كيش تجي شابه تاني كبيره، وتقصوها واللي تبغيهم هكا، كل وحده واحد. هذا اللي تصغرهم كيما انا درتهم، يعني هكا صغار نتبان لي، تجبتو على حسب عدد الافراد العائله، لما كل واحد وش عليا ياكل باش ما تبقاش الضياعه تاني في رمضان. واللي عندهم لي مول تاني صغار على هادو، يكونوا اوفال ولا تاني يديروا فيهم، ولا كاري، ولا يعني اللي عندكم لي مول ديروا فيهم. وهنا بعد ما كملت العجين تاعي قاعده تحت في المول، راني نتقب فيه بالفرشيطه ولا بيوربا ولا بشي اللي عندكم. فرشيطه تجيني ساهله، ديلك عدد كبير من الثقب، راني نتقب فيها باش ما تنفخليش العجينه. واللي تقدر دير دي كيسات فوق هادو، فوق هاد لاباط، دير دي كيسات تاع المعدلين وتحط فوقهم لوبيا، حمص. راه هادو ما غاديش ما يخليهاش اللوبيا ولا حمص ولا شي اللي عندهم، ما يخليهاش تنتفخ. انا ما عنديش، ما درتش فيت، عندي بصح ما درتش، خليتها على الفتيفات، قبتها بالفرشيطات وصاي. ان شاء الله تكون عجبتكم وصفة اليوم، يعني صراحة وصفة سهلة. بعدها دخلوها الفرن طيبوها على درجة حرارة 180، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.